موجه حقيقيه ويعني تحرك نشط جدا لفكره الاستثمار الرياضي. يمكن ده اللي خلاني فكرت النهارده زياره الوفد الخليجي لوزاره الشباب وتحريك استغلال استاد القاهره بشكل استثماري والبدء بخطوات واقعيه في هذا الامر، وبعدين ربط المشهد الاخراني بان اكثر من مجموعه خارجيه تريد ان تستحوذ على انديه مصريه في اطار يعني الاستثمار فيها. اخر الاخبار طبعا مجموعه زد، وقيل انها هتستحوذ على اف سي مصر، وقبل كده طبعا كان في كلام ان المقاصه في طريق ان حد برضه يستثمر فيه، لحد ما طلع برضه الاستاذ محمد عبد السلام واتكلم على هذا الامر بشكل يعني واضح، لدرجه ان هو يعني سئل سؤال هل بيراميد كان عامل مساعد او عامل رئيسي في رفع كل حاجه يعني الاسعار و الرواتب فكان له رأي ان لا، لان موجة الاستثمار جايه، ده رأيه. وانا قد اتفق مع كل هذه التوجهات، ولكني ارى ان الامر يستوجب الاستنفار والاستقرار، او خليها الاستقرار والاستنفار، لان ما فيش مناخ رياضي، ما فيش مناخ استثماري هينجح الا بالاستقرار في صحيح. كل حاجه. صحيح، الرياضه جزء من المشهد العام بتاع الدوله. صحيح، استقرار الدوله يعني ضخ استثمارات فيها، يعني الناس تبقى مطمئنه، يعني الناس تبتدي تشهد نهضه اقتصاديه حقيقيه، يعني الناس تبتدي تستمتع بتضحياتها السابقه وتبتدي تستقبل عوائد الاستقرار. عشان كده احنا تملي مع استقرار الدوله. في نفس المشهد الرياضي الامر لا ينفصل، استقرار بس مطلوب. يعني هتقول لي الله، هو انت مع ناس تيجي تدفع وتعلي الاسعار وبتاع؟ هقول لك ما فيش مشكله خالص، بس بشرط الالتزام بتوجه الاتحاد الدولي والالتزام بمعايير الشفافيه الماليه، اللي هي عباره عن ميزانيه واضحه بتقول فلوسي جايه منين، وتكون هذه الميزانيه بتفي بالالتزامات. يعني ما اقدرش ان انا احط مليون جنيه وعلى التزامات ب 10 مليون جنيه. الفجوه دي هتتسد ازاي؟ واذا اتسدت منين؟ ده في الحاله اللي انا بتكلم، يعني وضع الضوابط دي تؤدي الى استقرار الاستثمار في الرياضه، واستقرار الاسعار في الرياضه، واستقرار ان الانديه تقدر تنافس. بخلاف هذا هتبقى فوضى ماليه عارمه لن يستفيد منها الا الوكلاء وبعض الظواهر المؤقته في المواهب اللي مش هتكمل، حتى نتيجة ان برضو احيانا المال يا استاذ ابراهيم ياخدك في سكك مش موضوعية من لما يكون مفهوش ضوابط يعني. ولهذا انا عايز نحط الضوابط جامد جدا جدا، وننطلق باقصى طاقة في الاستثمار الرياضي، حفاظا على ايه؟ على تاريخ. انت لو فاكر، وده هتكلمنا فيه انت بقى باذن الله بعد ما اخلص كلامي ده، انت فاكر كان كل مشكلتنا ايه في ملك وكتابه الفتره اللي فاتت في المجلس السابق؟ النظام الاساسي، لائحه النظام الاساسي اللي ما كانتش بتضمن حق الجمعيه العموميه في مراقبه الاستثمار في اسم النادي في كره القدم تحديدا. يعني كنت المفارقه ان كانت مبنيه على انك انت لو عايز تعمل شركه تقدر لازم ترجع للجمعيه العموميه، ويبقى في الاغلبيه من حمله الاسهم هي النادي الاهلي. لكن في اداره كره القدم كان الشيء اللي نبهنا وخضنا ان لا، ده كان عايز قرار مجلس اداره بس، ونحى الجمعيه العموميه وشرط ان النادي يبقى له الحصه الاكبر. انا بقول لابد من وضع الضوابط، وبعدين ننطلق ونراقب بحسم وحزم كل هذه الاجراءات، وبعد كده يبقى التنافسيه في السوق تنافسيه مبنيه على الشفافيه والنزاهه والقدره الحقيقيه في اداره كره القدم في كل مؤسسه. طيب الاستنفار بقى ايه؟